سلامتك ايه ده؟ ها؟ بتدشدش بتدشدش. استاذ عادل امام، انا قابلتك من 10 سنين يا اهلا وسهلا. فاكر؟ فاكر وقلت لك مين منافسك؟ وانا فاكر انك قلت لي بالحرف الواحد منافس الزمن. صح. هل لا تزال المعنى ده قائم في ذهنك؟ هل الزمن لا زال هو منافسك ولا اصبح مين منافسك دلوقتي؟ الزمن برضه. ليه يا استاذ عادل تعتبر ان الزمن لا يزال منافسك رغم السنين العشر اللي انت قضيتها؟ هو الزمن منافس لاي بني ادم عموما، يعني مش لي انا بس، يعني لاي بني ادم بيكبر. يعني مره بيساله استاذ محمد عبد الوهاب سكرنا الكبير، فبيقولوا له، طبعا كان عيد ميلاده، فبيقولوا له عيد ميلادك يا استاذ محمد ايه شعورك يعني؟ ومتصورين هيقول لهم يعني ان شعور هيغني بقى في المسائل دي. قال لهم والله شعور زي الزفت يعني، سنة عدت من عمري الواحد. تمام. جابة غير متوقعة يعني. أنت بتحس بالمعنى ده؟ لا هو مش المعنى ده، هي كانت بالنسبة للأدوار يعني. الواحد عمال الحق يعني، مثلا قعدت أعمل 8 سنين عمال بعمل سيد الشغال. فده حرام لي من أدوار كتير، فالنجاح برضه أصبح منافس في حد ذاته. طبعا هو في المسرح مقل، لأن المسرحية تقعد، طب افرض المسرحية قعدت 12 سنة ولا 15 سنة، فأنت عادل يعني هتدينا ثلاث أربع مسرحيات في حياتك الفنية يعني؟ لأ، احنا عايزين أكتر. طب أنت السنين العشر اللي فاتت دي من ساعة ما قابلتك أول مرة، إيه اللي مضاف لك حقيقة في شخصيتك؟ لا حاجات كتير. حاجات كتير. أهمها إيه قدمك في فنك؟ يعني الخبرة طبعا، والتجربة، وكيفية اختيار الأدوار. وبعدين في حاجة كمان، إن الحوادث اللي بتحصل في البلد وفي مجتمعي بتأثر عليا كمان كفنان. تمام. فده بينطبع على شغلي. تمام. حاجات كتيرة جدا. ولادي كبروا. دخل لك اب يعني أب طول عمري اب يعني. بس لك اب بقى ليك بقى ليا ابناء الاداء يعني. مش اصدقاء الاداء، ابناء الاداء. رامي صديقك؟ طبعا كلهم اصحابي يعني. كلهم اصحابي قوي. عايز اقول لك على حاجه، انت وانت بتشتغل مع الاستاذ شريف عرفه، كان اسمح لي تساءلت كده، هل انت وانت بتشتغل مع هذا الجيل، واظن انه احدث الاجيال في الاخراج، طبعا، هل هي استاذ عادل هي موجه الفهم الواحده اللي بتجمعك بيه ولا ايه بالظبط؟ هو مش فاهمه بس، هو المفروض اي ممثل لما بيتعامل مع مخرج لازم يكونوا فاهمه، يعني ده فاهم المخرج والمخرج فاهمه طبعا. تمام. انما يعني شريف عرفة كنت رفضت له فيلم قبل كده. رفضت له فيلم؟ رفضت له فيلم. وبعدين وحتى لما جالي سيناريو قلت للمنتج، قلت له المنتج صديق يعني، قلت له انا مش هعمل الدور ده، مش هعمل السيناريو ده، وانت كمان ما تعملش الفيلم ده عشان هيخسرك. والفيلم ده ما لقاش نجاح يعني الحقيقه. كانت توقعاتي بالنسبه له مظبوطه. فمره شفت الفيلم ده فيديو. كان اخراج الاستاذ شريف عرفه. فاتفرجت عليه. لقيت حاجه مختلفه وريتم مختلف، شغل اخراج غير اللي قريته على الورق، شغل يعني جميل جدا وعامل ريتم الموضوع. فحسيت بموهبته الحقيقه يعني. اقتنعت جدا بيها. لما جه رشح ليا عشان خاطر نعمل اللعب مع الكبار، فوحيد حامد قال لي في مخرج جديد، انا حسيت ان هو هيقول لي شريف عرفه يعمل الفيلم ده. قلت له مين؟ قال لي شريف عرفه. قلت له موافق. وابتديت اعمل انا وهو، عملنا السري اللعب مع الكبار طبعا، و الارهاب والكباب والمنسي. يسرى، عندي ملاحظة لازم أصرحك بيها. اتفضل. أنا بحس إنك أنت أدوارك مع الأستاذ عادل إمام أدوار قصيرة، ربما شديدة القصر. إيه المتعة اللي بتحقق لك أو بتحققيها لنفسك من خلال أدوار قصيرة مع عادل إمام؟ أنا عشان أتكلم على الأستاذ الكبير عادل إمام ممكن أكلمك عليه سنين. نعم. وما أشبعش وما أزهقش من الكلام عنه، لأني مش بس مؤمنة بيه كفنان، هو إنسان، فإنسانيته بتبان في عمله ومع الآخرين ومع العمال ومع الصغير ومع الكبير. أنا ضد إن أنا مثلت معاه أفلام دوري قصير، يمكن كان في بعض أفلام، لكن عادل إمام الممثل الكبير اللي اسمه عادل امام واللي حق له اي حاجه يعملها، اتعرض عليه فيلم
يطلع معايا في البوبينة التانية في الفيلم ده. هو اول ظهور لعادل امام في الفيلم كان في البوبينة التانية. عادل ما شالش مني كدر، ما قالش ليه دورها اطول. لا يا جماعة انا هنا عادل امام برضو ومن حق مش انا مش هزعل لما يقولها. لما تيجي منه مش هزعل. عمره ما قالها، وطلع في البوبينة التانية كان في فيلم جزيرة الشتاء. هو اول عمل عملتوه سوا اسمه ليلة شتاء دافئة. اول عمل اذكياء لكن اغبياء. اول عمل كان اخراج الاستاذ يحيى العالمي، كنت انا والاستاذ عادل والاستاذ محمود عبد العزيز ومدام شويكار، وكان ناس كتير قوي قوي. عايز اسالك سؤال ربما يضايقك. طب وليه؟ انا حريص. انا حريص على مضايقتي. لا 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 بالعكس، انا حريص على اسعادك. ولكن هو شيء النهارده انا بقول للاستاذ وحيد حامد، هل ده حقيقه؟ قال لي يا استاذ مفيد هذا نوع من يعني صاحب هذه الاشاعه حاقد اشر. قلت له يعني ايه اشر؟ قال لي يعني كريه. هل صحيح ان عادل امام كل سيناريو يعرض عليه لازم يتقاضى عنه اجر لو اراه؟ لا 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 مفيش حاجه من دي. مين صاحب الاشاعه دي؟ لا 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 ما تفهمش، ما تعرفش. لكن سمعتها؟ في سمعتها وبقراها في الجرايد. في اشاعات كتير. انا اخلاقه بحبها جدا وحنيته على الفنانين. ده لما يكون واحده تعبانه او حصل لها حاجه بينزل اسكندريه وبينزل مصر واخبارها ايه وازيها وما تتعبيش وما تزعليش. ازاي بيخاف على اضاءتي زي، ومش انا لوحدي، علينا كلنا يعني. انا بكلمك عموم، الراجل ده بيخاف حتى اللي بيجي يعمل دور ثانوي عايزه يجي مظبوط. يعني هو ده اللي الدور ما حدش ما فيش ملوش تاني. عادل امام انسانيا فن، طبعا هو فنان حتى النخاع يعني، هو بيفن وهو نايم، هو نايم بيحلم جوه فن. سيبك انه حته فنان دي اصلا لازم تبقوا مرتبطين، يبقوا مرتبطين الانسان والفنان. فبيعرف ازاي يحترم الفنان اللي قدامه، بيعرف ازاي يديله حقه، بيعرف ازاي يخاف عليه، بيعرف ازاي يكون امين معاه. لانه هو اعتقد انه من اذكى الناس اللي انا اتعاملت معاهم في حياتي. على طول بقى كده. عادل امام كانسان، عادل امام ملهوش زي، ملهوش تاني. عايز اسالك عن حاجه. طب في كيمياء الاداء التمثيلي لك كفنان، في نظريه حسين رياض الله يرحمه لما مثل في يوم من الايام شخصيه مشلول، واظن انه من فرط اندماجه اصيب بالشلل المؤقت. في نظرية أخرى تقول إنك أنت بتتعد مع الشخصية لكن هناك عين يقظة. أنا عايز أعرف إلى أي مدرسة ينتمي عادل إمام، أو ربما لك نظرية ثالثة. لا هو الاندماج الكامل ده بيبقى ما تقدرش تعمل كنترول كامل على الشخصية. مهم. لكن يعني أنت لازم تدير الشخصية وهي جواها كمان. تديرها. حلو معناه تديرها تدير الشخصيه يعني انت كانه في استمرار في حاله يقظه. ده طبعا لازم على الاقل يعني ما يبقاش الدماغ 100% ده يبقى ما يعني صعب، مش صعب، ممكن ياثر على الشخصيه نفسها على الدور نفسه. انما انت لازم تدرس الشخصيه طبعا وبتعرف اطرها المادي والمعنوي وكل المسائل دي، وبعدين بتيجي تتعامل معاها باسلوبك انت. يعني لا بس ده بياثر برضه. يعني مثلا انا لما عملت شاهد ما شافش حاجه ده. قعدت مده جالي حاجه كده حاسس ان في حد هيجي يضربني على دماغي من ورا وانا قاعد في اي حته. شعور غريب. وبعدين لغايه ما صديق ليا يعني على علاقه بعلم النفس قال لي انت جواك، لما عرف الحكايه دي قال لي انت جواك سرحان عبد البصير خايف الارنب، جواك انت ناسينا ما هو في السب كونشس بتاعك في العقل الباطن بتاعك. في العقل الباطن بتاعك. فده بيأثر. لما عرفت الحكايه دي راحت المساله دي. فالاندماج الكامل ما افتكرش اندماج كامل بيبقى يعني مستحب مطلق، لازم عندك ربع تدير فيه الشخصيه. عايز اسالك عن هذا الفنان الذي لم يدرس التمثيل في معهد فني، ومعروف انه خريج زراعه
إلى أي مدى ينتمي عادل إمام خريج الزراعة إلى قواعد التمثيل الأكاديمي؟ هو يعني الأستاذ عادل إمام ليس الأول في هذا، إنما يمكن تاريخ المسرح عرف مجموعة من الفنانين الكبار جدا اللي ما حصلوش ما يمكن أن يسمى بمناهج التمثيل ولا قواعد الأكاديمية لفن الأداء التمثيلي. وأنا بعتقد أن الأستاذ عادل إمام ينتمي لما يمكن أن يسمى بالمدرسة التلقائية. والمدرسة التلقائية الحقيقة معترف بها، معترف بها في فرنسا ومعترف بها، وزي ما قلت لحضرتك في لها أساتذة كمان، يعني مش بس الفنانين العاديين، لا أساتذة ومشهورين ومعروفين. الأستاذ عادل إمام بيتمتع بفطرة فنية لا يستطيع إنسان أن يحدد لها معالم، ولكنها تتفجر وتخلق بينه وبين المتلقي جسور غير مرئية ولكنها مدركة ومحسوسة جدا. يعني عادل إمام يستطيع أن ينفذ إلى الناس بسهولة وبساطة لمجرد ما يمكن أن نسميه الإشعاع الفني. عنده إشعاع فني لا يكتشف بالعين العادية وليس له رادار خاص، ولكن بيخلق نوع من الغزو، الغزو المشروع المحبب للمتلقي. تلقائية تعتمد على أو فطرة سليمة فنية، لأنه احنا أساسا كلنا فنانين، كلنا ممثلين بفطرة. عادل إمام يتمتع بهذه الخصيصة وهي الفطرة السوية في التواصل مع الآخرين. بجانب كده لا نستطيع أن ننسى عشق عادل إمام لفن التمثيل، وده أيضا بيضيف له قوة غير عادية قد تتعادل مع قوة ضبط عناصر الأداء من خلال التدريب المقنن أكاديميا. يوسف وهبي عاش جزء من عادل إمام. طبعا. مرة بسأله كده في حوار جانبي، بقول له ليه محسوس يا يوسف بيه انه عادل امام هيبقى له قيمه؟ قال لي لانه ممثل الدور المنخفض، الصوت المنخفض لا انساها. هل هذه العباره فنيا صحيحه؟ ان كل النجوم بيصرخوا او بيصيحوا وعادل امام مدخله؟ دي جمله حلوه. وعبد الحليم نفس النوعية. نفس النوعية. انت مش ملاحظة ان في تآخي في الشبه بين عادل امام وبين عبد الحليم؟ في ايه؟ في ايه من ام سهير؟ وانت تعرف الاثنين؟ يعني اقول لك اللي هي الفقعة قوي فيهم، اللي بالكلمة بالحرف. النصوص بتاعتهم. ده غنى وده مسرح. بالكلمة. ويقف عندها مليون مرة. صديقنا المشترك الراحل عبد الحليم حافظ كان نقطة مهمة في حياته كفنان كمطرب. توقف ورا ليه؟ وقف ورا ليه كده؟ المفروض اقف ازاي؟ نقف مع بعضينا نتكلم كده؟ لا ده انا عايز اطلع معاك عشان انا عارف ان في شغل. صديقنا المشترك عبد الحليم حافظ كان عنده عملية تذوق الكلمة لو تذكر. طبعا. انا عايز اعرف استاذ عادل، انا بعرف اسمع عنك انك انت من متذوقي الكلمة بشدة. ايوه. الكلمه بالنسبه لك ايه في الـ في الـ في, الـ في الفن؟ معنى وظيفه، معنى وتجسيد للشخصيه. بالنسبه لي يعني مثلا الكلام اللي يقوله مجرم غير اللي الكلام اللي يقوله واحد دكتور. يمكن وبعدين ممكن المعنى واحد. يعني كلمه مثلا بحبك او بحبك لما يقولها استاذ في الجامعه غير لما يقولها محوال جبت قطر، تمام، غير لما اقولها شخصيات مختلفه، ولو ان المعنى واحد اللي هو الحب. عباره يوسف وهبي بقى هم الاثنين ده مظبوط. وراجل مخ. نعم. طبعا الصوت المنخفض اللي بيجي من تحت، اللي مهما يقول له مش سامعين وهو على ده بعدين بيسمعه. بص احنا دايما عندنا المصريين زعق، نحب زعيق قوي. زعق يعني انا اللي شرخ صوتي زعيق على المسرح. يعني باجي انا على المسرح مثلا في انكل فانيا كنت بتكلم من الصوت الخفيف الحنين كده. دلوقتي بقيت ازعق، مش سامعين زعق، عايزين نسمع صوت، مش ممكن.
وانا بقى يعني عصبيه شويه، فهو مزح اقول امال الوايرس ده ليه بس يا ربي عاملينه ليه؟ يعني وبرضه يختلف من ممثل لممثل، ده طبعه لو زعق ممكن يتعب قوي او ما يوصلش الصوت الافيه او الضوء. القدره على الانتقال من حاله لحاله، من حاله نفسيه لحاله نفسيه، وبالتالي تطويع اجهزته التعبيريه بما فيها الوجه والحركه الجسديه طبقا للمراحل النفسيه الغريبه، واذا به آري، يعني هو كمان اكمل تلك الموهبه. مدام سهير، ممكن فعلا انت امامه على المسرح تحاولي ضبط اعصابك من الضحك اقصى ما تستطيع؟ عادل امام بالتحديد، انا بتصور لان انا ما اشتغلتش معاه. ليه يعني ايه اللي فيه بالظبط؟ انا عاوز 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 رؤيه مسرحيه. اولا ما بكلمش بوكر فيس. وجه مقامر. وجه مقامر. لا تعبير. ومن هذا الوجه من خلال هذا الوجه بيموتك من الضحك بوجهه، مش بحركات جسمه او لا، ده بوشه وبالكلمه اللي بيقولها. وليه توقيت الاول بيجرب الافيه على اتنحنح او قبل ما يقوله يقوله يجسه، ده من 15 سنه ما اعرفش هو غير سيستم ولا لا، يجسه على الناس بالراحه، بعدين تاني يوم اكتر، تاني يوم تالت رابع لغايه ما يلزق الافيه. لو ما كانش بياخد يروح لغيه على طول، وافيه بيبقى في صالح الموقف نفسه. هل هذا من ذكاء ممثل؟ طبعا ذكاء ذكاء. ان كلام عادل امام دوما عن المخرجين وبالذات في الفترات الطويله السابقه بيتكلم عنهم بشيء من الافتتان، انه كان يحضر البروفا بشيء من الرهضه والاحساس بالقدسيه. ده طقس مسرحي كان بيعيشه، لان الاكاديميه ليست فقط مجموعه مواد ومعلومات، ولكن التواصل المعلومات الاكاديميه مع الخبره الواقعيه واحتكاكه بمجموعه مخرجين وتحديد علاقته مع المخرجين، مش مجرد انه تعالى كده وروح كده وقول كده، لا، ده انه بيشرب من المخرج رؤيته للديكور ورؤيته للمزيكا ورؤيته للتمثيل وللازياء وعلاقه الممثل بالاخرين. طيب هل المكياج في حد ذاته هو اللي بيخليك تعيش جوه ايهاب الشخصيه؟ المكياج واللبس وطريقه الاداء. وهقول لحضرتك حاجه، فيلم الهلفوت مثلا. نعم. السيناريو قعد عندي سنتين. عايز اركب الشخصيه، اركبها ازاي؟ ولد اترمى من قطر في قريه، وهي الناس اللي تحت قوي دول. تمام. فالبسه ايه؟ فعايز البسه ترينج سوت، اللي هو عارف الولاد اللي بيشوفهم. تمام. ترينج سوت ده لازم يبقى مش نظيف، لازم وسخ جدا، ولازم ابقى مجلد من حتت معينه، ولازم انا طبيعه الدور ده كده. انا ممكن اجيب ترينج سوت جديد واوسخه، بيبقى باين والجمهور بيحس والمتفرج بيحس. انا عايز ده، هدور على حاجه لغايه ما لقيت مره كان معايا المساعد بتاعي، فلقيت ولد بيلعب كره في عابدين، كنت بوصل المساعد بتاعي. لقيت ولد بيلعب كره في عابدين، قلت له انا عايز الترينج سوت ده. قال لي انزل اجيبه لك، ابي اضربه. قلت له اضربه ولا بتاع، خد 50 جنيه اهو وديله. الولد طبعا لما شاف ال 50 جنيه قال لي ترينج سوت في الشارع. هو ترينج سوت ما تساويش جنيه، يعني ما تساويش جنيه. قالوا في الشارع في ساعتها، انما ده عندي لو كان طلب مني في البنطلون ده في بتاع ترينج سوت 1000 جنيه 10000 جنيه وتدفعها، لانه خدم الدور. هو خدم الدور. قال لي طريقه شعره، طريقه شعره هالفوت ده، عرفه ده ازاي؟ لازم يبقى كنيش كده ولو فورمه معينه. لبس ايه في رجله؟ لبس جزمه جيش من غير شراب. تمام. لبس تيشيرت معفن فظيع يعني. خد بال حضرتك. فكل لما لبست ده وشفت نفسي قدام المرايه، لقيت نفسي بتكلم الكلام الشخصيه دي على طول. اذا كان هذه التفاصيل الصغيره تصنع في النهايه للشخصيه. ده هو ده يعني زي ما بيقولوا ايه، يعني من ادوات الصنعه بتاعت، لو كنا هنسميها صنعه يعني. نعم. من ادوات الممثل. نعم. اللي هو الاطار المادي للشخصيه. ازاي تلبسه، ازاي تخليه يتكلم، تعامله مع الشخصيات الثانيه. دي لازم الواحد يحط فيها اعتبار. لازم مهمه جدا. لا ده مش مجرد خريج زراعه ولا لا، ده انسان اختطى لنفسه سكه
وأراد أن يتسلح سواء إراديا أو غير إراديا، يتسلح بكل أدوات النجاح في هذا الطريق، ونهل من كل منابع المعرفة والعطاء من مخرجين متعددين. فأنا أستطيع أن أجزم من عادل إمام استوعب مدارس ستانسلافسكي دون أن يقرأها، وبريخت دون أن يتعرف عليه، والأكاديمية دون أن يجلس في مقعد الطلبة. فهو جلس في مقعد الخبرة الإنسانية التي تعتمد على التلقائية العبقرية زائد موهبة ربنا ادهاله وقدرة على التواصل مع الناس. ودي ينظر أن مش لازم بالضرورة أن كل أكاديمي يتحقق عنده هذه الخصائص. طب أنت عشت نمط محول القطر إزاي؟ رحت شفت طبعاً، هو طبعاً أنا بشوف القطارات يعني وانا راكب القطر بشوف الناس دي في الاكشاف. نعم. انا عمري ما اتكلمت معاهم يعني عمري ما اتكلمت مع واحد محولجي. فروحت اتكلمت وشفت الناس دي عايشه ازاي وشفت الناس دي بتعمل ايه وطريقه شغلها ازاي والحاجات دي. ده بيساعد طبعا. انت في اللحظه اللي بتخش فيها كمحولجي بتنسى الى حد ما عادل امام؟ طبعا لازم بس. طبعا بعضهم. زي مين من فضلك؟ الحقيقة انا ما بشوفش كتير يعني ما بروحش القطاع الخاص كتير، انما بسمع يعني ان دي مسرحية هايفة ودي مسرحية. انا الحقيقة مواظبة على اني اتفرج على عادل امام، وانا بيعجبني جدا لانه في النهاية بيقدم نمط حلو وجد وبيضحك. شوف اهو بضحك بعد ما بفكر، مش بضحك واطلع معدتي وجعاني عندي كرامب، فهمني؟ نعم. ده المهم. انما انا ما بقدرش اروح المسرحيات التانية، لاني انا لو رحت هقوم، وعيب ان سناء جميل تقوم من المسرح، ما يصحش. انما بسمع بيقولوا لي مش عارفه مين فلان ومين فلان ومين فلان بيقدم حاجات كده هش وبتاع، فدي حاجات انا بصفه عمري اللي فات في الفن يعني بقول كلمه لهؤلاء الشباب واولادنا، بعتبرهم اولادي، ان اذا ما هم عندهم هذا الكم العريض من الجمهور مش بس يتبسطوا بانهم بيجيبوا فلوس، لا، مهم بيقولوا ايه للكم الكبير ده. دي امانه، امانه حقيقي، دي امانه، لازم الناس دي تاخد بالها من الحكايه دي. ايه متعه العمل معاه يعني؟ اكيد الانسان انا ما بشيلش هم معاه يعني. ما بشيلش هم يعني ما بشيلش هم يعني انا معاه ببقى عارفه اني هطلع صح ومتوظفه صح وهيبقى امين عليا وانا بشتغل معاه، ودي مهمه جدا بين الاثنين لما بيتعاملوا مع بعض. في نجوم احيانا ما بتبقاش فيهم الامانه. طبعا بيدعوها وده خطر جدا. لكن لما احس بالاطمئنان الكامل معاه، انا برمي له كل حملي ومن غير ما اقول له يعني. انا وانا مع استاذ عادل انا ما بفكرش اسمي هيتكتب ازاي، لاني انا واثقه لو اسمي مكتوب غلط من اي طرف من الاطراف هو اللي هيوقف ويقول لا، يسرى فنانه وفنانه ليها قيمتها ولازم نديها حقها. استاذ عادل ما كانش متصور ان انا مثلا هوافق على دوري في فيلم الارهاب والكباب عشان الدور قصير كده. ما اقدرش اقول لك ازاي هو بيعمل جو حلو بين جميع الاطراف، ازاي بياخد باله من الكومبارس اللي معاه. هو كان اقول غيلان. غيلان؟ مين من غيلان المسرح من زملائك الرجال؟ عادل امام ده غيلان. غيلان عادل يعني امام ده جامع تكسير. مش ده جامع تكسير برضو؟ ولا جامع مذكر سالم؟ مذكر سالم. تكسير ده حاجة تانية. يعني ده جامع مذكر سالم. أيوة. يبقى عادل امام غيلان. غيلان عادل امام ده ظاهرة يعني اول ظاهرة من نوعها في الفن المصري. بمعنى هو عنده جماهير زي ام كلثوم. اتفضل. بس ايه طبعا اضرب في ثلاثة مثلا، لانه جماهير ام كلثوم كانت تغني ايام ما كان المصريين 20 مليون و30 مليون، احنا النهارده 60 مليون والطيارات ايه تقدر تكملنا 80 مليون. تمام تمام. بالسياحه والزياره والبتاع. فهو عنده هذه الجماهير بتاع ام كلثوم، وعنده هذا الحضور وهذه الجاذبيه اللي تجيب الناس بالطيارات من بعيد، ودي حكايه نادره جدا. نعم. يعني حكايه كانت بتحصل، كانت تجيب المطرب المطربه. تيجي بس المطرب. لا المطربة. بس خلي بالك ان ام كلثوم كانوا بيقولها برضه. لما فاهم الريحاني كان بيقوله. لا لا لا
انما طبعا عادل امام يتمتع بانه اللي بيقوله اكتر. وفي الايرباص دلوقتي، ما الطيارات زمان كانت بتجيب تشيل 20 مسافر. آه صح صح. الوقت الايرباص يشيل 400. فهو ظاهره غريبه جدا. مين يا مدام سهير ممكن فعلا انت امامه على المسرح تحاولي ضبط اعصابك من الضحك اقصى ما تستطيع؟ عادل امام بالمناسبه مدرسه المشاغبين، اما جينا نقرا اول بروف الترابيزه، عادل هيعمل دور بهجت وسعيد صالح هيعمل دور كذا وكده، ويلا نقرا. مجرد بخليهم يتعرفوا على النص. وارم بعد البروفة ما انتهت، عادل خدني كده على جنب وقال لي استاذ جلال انت جايبني في الدور ده ليه؟ انت تجيب شكري سرحان فمش ضحك. فقلت له عادل لا احنا لسه ما استكشفناش الدور كويس، خلينا نعمل بروفات لمدة اسبوع، النهاردة السبت، السبت الجاي هنشتغل لغاية السبت الجاي، لو السبت الجاي قلت لي نفس الكلام ده انا هعفيك من الدور. الحقيقة بدأنا استمرينا في البروفات لمدة اسبوع، وبعد الموعد باسبوع جه وقال لي انا اسف انت كنت صح. كفاية عادل اللي كان بيعمله فيه. يعني كان بيعمل فيا حاجات، يعني لو ضحكتي خلاص بس المدرسه دي شخصيتها يعني معلش لا تصلح انها تسلسل دول. وخلي بالك انه عادل امام فيه ميزه وظاهره برضو من ضمن ظواهر عادل امام، انه المسرحيه بتبقى مرتبطه بيه بشخصه نعم. فاذا هو مثلا خلص مش عايز يعمل المسرحيه دي وجي عملها ممثل تاني لا تحقق نفس النجاح. صح. وهذه ميزة يتميز بها في العالم أيضا. ليه؟ لأنه مثلا فانتوم أوف ذا أوبرا، شبح الأوبرا المسرحية. نعم. المهولة. نعم. أنتجت في إنجلترا ثم أنتجت في أمريكا ثم أنتجت في لوس أنجلوس، افتتحها دائما مايكل كراوفورد وهو ممثل فكاهي كبير من هوليوود. مايكل كراوفورد. نعم. خدت بالك؟ قعد في انجلترا سنة وبعدين سابها لغيره. نعم. واستمرت المسرحية كومبلي. وراح فتح نيويورك، الانتاج بتاع نيويورك، وقعد فيه سنة. وسابه وراح لوس انجلس، لكن مسرحية نيويورك فضلت كومبلي. غريبة جدا. انما عادل امام لا. مش ممكن. مش ممكن. هل مجرد مهم قوي انه الفنان لما يبقى له حضور كبير على المسرح، هل انانيته دي مشروعه؟ ايوه مشروعه. انانيته بين الكواليس، انانيته على الروايه. انا اقول لك مش نعم. انانيته على نفسه. نعم. لانه خلاص هو اوريدي ستار. يعني انا جيت لعادل في شاهد ما شافش حاجه، قلت له انت نجاحك عظيم في شاهد، بس نجاحك اروع في المشاغبين، لانك في المشاغبين جنب 10 اقوياء. لا فسر لي ده. هو نجم لوحده في شاهد ما شافش حاجه. فيوم ما يكون في صحته سهير البابلي ليس في نجمه لوحدها في ما ممكن كل واحد ممكن يبقى نجم لوحده ويعمل روايه مش اشكال. انما الاشكال لو معاك 3 4 نجوم تبقى احلى، يبقى اقوى، يبقى اجمد. يعني اقدر اقول ان مسرح عادل امام هو مسرح النجم طبعاً الاوحد؟ طبعا. وما اقدرش اقول النجم الاوحد. وهي نجوم كتير جدا. بس عادل امام اللي فوق. انا كنت عايز اعرف انت موقفك النفسي امام عدسه مش امام ناس. هو لا، لما بتمثل قدام الناس دي بتاخدها في الحال، بتروح واخدها ثمره في الحال. بالظبط. بتحط الناس في حضنك. تمام تمام تمام. لكن قدام العدسه لا، ما هي 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 هي, هي, هي. نعم. انما انا بتكلم على التجسيد الحي، يعني وانت التواصل بالظبط. انما هنا التسقيف ده 5 دقايق 10 دقايق ده لما عادل امام بيدخل في مدرسه في سيد الشغال، ايده خياله بيتسقف او همهمات او ضحك تسقيف. عارفين لعادل امام ده اللي وراه تاريخ الافلام المسرح الكذا الكذا، فبيتسقف لده. بيدخل عادل امام بيتسقف له عادل امام. عنده حضور قوي والناس تحبه في كل البلاد العربيه.
هل تعتقدي انه ممكن في يوم من الايام انه عادل امام يشتغل على مسرح الدوله؟ اه طبعا. ما الذي يمنعه؟ هو طلب، افتكر هو طلب. ما الذي يمنعه؟ ما منعوش الا الروتين، لو تدخل الروتين. بمعنى يعني هيشتغل ايه؟ فلوس مش هتهمه، فلوس مسرح الدوله، لانه مش هياخد قد اللي بياخده. كويس، خلاص كويس. امنع الروايه. نعم. النص بس هيتعمل ايه والروتين والمخرج والديكور والصرف على الحاجات دي والدعايه. يعني افهم كده ان عادل امام لا يستطيع العمل الا من خلال القطاع الخاص؟ لا 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 لا. عادل امام يتمنى يعمل القطاع العام. ده العيب عندنا في كتير من الناس، حتى في عادل امام، ان ما فيش وراه مؤسسه تشغله. يعني تاخد بايده وتعرف مواهبه، ده بنفتقده في مصر هنا. احنا ما بنستثمروش كويس. يعني المجتمع المصري ما بيستثمروش كويس. انا عايز عادل امام يعني نشوفه اكتر في السينما اكتر، هو مقل قوي. ايه الفرق بين سهير البابلي وعادل امام؟ هو راجل وانا ست. مش اجابه. هو راجل وانا ست. مش اجابه. احنا الاثنين ممثلين. احنا الاثنين حلوين. ايه اللي بيجمعكم؟ ايه الخيط اللي بينكم وبين بعض؟ الفن، المسرح اللي بيجمعني انا وعادل امام. مش عارف، حاسس ان اجابه دبلوماسيه قوي. بالعكس. الفن. يعني قلت هو راجل وانا ست، فانا رفضت الاجابه. قلت الاثنين اللي بيجمعنا الفن، فانا برضو رافض الاجابه. ما انت عايز المزيد. انا عايز المزيد. انت عايز جنازه ويشبعوا فيها لطمه. لا 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 لا, لا. انا عاوز اعرف ايه الفرق بين عادل امام وسهير البابلي. ايه الفرق بين سهير البابلي وعادل امام؟ اتفضلي. كل واحد ليه كلمه، يعني هو ليه سكه في الكوميديا بتاعته، وانا ليا سكه. مش في شبه ده، احنا مش متشابهين خالص. نعم. يعني هو في المسرح بيضحك. يضحك من خلاله هو، من خلال عادل امام. من خلال عادل امام. نعم. اثبت ان لا مفيش مسرح ولا سينما. لا، الستار ستار، واللي بيحبوه الناس بيحبوه. اذا هنا عادل امام كسر القاعده. بقى سوبر ستار هنا وهنا. مفيش حد تاني كسر القاعده بقى سوبر ستار المسرح والسينما. ولا في الممثلات. انت يا استاذ عادل لازلت اغلى نجم في مصر. في العالم. مش في مصر بس. لا. بمعنى؟ في العالم. بمعنى؟ بمعنى انه اي نجم على المسرح الانجليزي او الامريكي ما بياخدش اجر زي عادل امام. انا ما بحبش اصل الاحسن والاغلى واللي مش عارف ايه. ما بحبش افعل التفضيل. ما بحبش ده. سوبر ستار مصر. هو لا سوبر ستار، يعني هو بمعنى يعني النفيس، يعني ممكن اقبلك. يعني ما حدش يا استاذ عادل كان ممكن يشوفك وانت عفوا قاعد تشرب كوبايه الشاي، لاحظت انك انت في حته رعشه صغيره لانك داخل على شغله، وبتصور ان ده اخر مشهد في الفيلم. فعندي احساس ان في درجه كبيره من الاخلاص الحقيقي. ده الاحساس كمان ده. الاحساس ده في اول يوم في الفيلم. ايضا من اول يوم لغايه اخر يوم. ده اول يوم في الفيلم بقى اخطر. اول يوم في الفيلم تبقى لسه بتحسس على الشخصيه، بتبقى عايز يعمل لك قلق. طبعا. قلق فظيع يعني. ده المسرح بالظبط. لا المسرح ده بقى شعبته تانيه. ده انت كل يوم بيجي لك القلق ده. ذلك المسرح هنا اقدر من اي مجال تعبيري اخر زي السينما والاذاعه والتلفزيون على انها تضيف الى الممثل، لان هذا الاحتكاك المباشر بين الانسان على خشبه المسرح وهو الممثل، وبين الانسان في صاله المسرح وهو المتفرج، بتخلق نوع من التيار الكهربائي الخفي. علاقة خفية وعلاقة سحرية في نفس الوقت بين البشرين دول، الممثل على خشبة المسرح والمتفرج في الصالة. خطك القادم بإذن الله في تصورك بالنسبة لك كفنان، إيه اللي عاوز تقوله؟ إيه اللي عاوز تعمله؟ حققت شيء خلال 10 سنوات؟ شوف السؤال ده يا أستاذ مفيد بيسأل كتير. أنت محطتك هنا إيه؟ أنت أنا ظروف البلد هي اللي بتحركني، ظروف الظروف الشخصيه هي اللي بتحركني. يعني ما اقولش انا سنه كذا هعمل كذا.
يعني واخد بال حضرتك. انا فاكر قلت لك انت بتخطط. قلت لي لا 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 ولا زلت لا 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 تخطط. لا اخطط. لا تخطط. عندما ظروف البلد بتخطط لك. الظروف اللي انا فيها باخد من ده وبشتغل. الناس والبلد هم دول محور العمل بالنسبه لك. ده بينتج طبعا. ده بيبقى تاثيره بيبقى الرياكشن بتاعه ورد الفعل يعني بالنسبه لي عليا على طول. طيب انت بتكلف حد بيكتب ولا انت بتلتقي مع فكر الناس اللي بيكتبوا لك؟ هو ده وده يعني. بيحصل احيانا وده بيحصل ساعات. بيبقى عايز موضوع معين عايز اشتغل فيه. حاجه معينه عايز اطرقها. نعم. يعني ايضا انت لك مسؤوليه فكريه. طبعا وسط العمل لازم. طبعا وسط العمل. يعني انت يا استاذ عادل انت مش من الفنان اللي ممكن يبقى مجرد ان هو مؤدي وخلاص. لا 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 لازم يبقى ليك وجهه نظرك في الموضوع. لازم يعني انت بتحمل المسؤوليه الفكريه للفيلم في نهايه الامر. لا مع الكاتب طبعا. مع الكاتب. بالظبط. الكاتب صاحب المسؤوليه الفكريه. الكاتب اساسا يعني صاحب المسؤوليه. على فكره الاستاذ شريف عرفه بيبص لي بصه ذات معنى. انت معطله. فانا هسيبك. لا لا لا. شكرا لك. مع السلامه. شكرا. باي باي.